السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming، واليوم رجعنا لكم للحلقة الرابعة في لعبة My Friend Pedro. بصراحة لعبة استمتعت فيها، هذه حلقتي الرابعة للعبة My Friend Pedro، وهو الحين جاهز للإنقاذ. فالحين راح نكمل طبعا التشيك بوينت الأخير اللي كان نحن وقفنا هنا، والحين راح نكمل مرة ثانية ونشوف ونكسر هذا الشباب اللي أذوا صديقنا وصاحبنا اللي يسموه بيدرو، واللي هو أساساً أتوقع موز يعني في بداية اللعبة. طيب إذا ما شفت الحلقات اللي طافت قبل، ممكن أنك أنت تضغط على أساس أنك أنت ترجع وتفهم وش اللي صار، من هو بيدرو. خلنا نكمل الحين على أمل أن نلقى ونرد. هذا بيدرو رجع. أوه ديسبليت، أوكي حلو. وش جالس يقول؟ كيك ذات بول ان ذس هوب. اوكي خلينا نسوي كيك. اوكي ووك كلوز تو ذا بول. اوكي كيك. اوكي حلو، يعني بالمختصر مفيد كذا جالس نلعب مع كوره. طيب وايش المطلوب منه يعني الحين؟ اوكي فهمت. يا ولد ايش فيك؟ اوكي تيك اوت ذا جاي. اها اوكي الحين فهمت، يعني هو قصده انه يبغى اني انا اشوت الكوره في هذا الرجال لغايه ما يموت. الظاهر انه كانوا يستهزؤوا فيه، كان يرموا له كور وكذا، فلذلك هو يبغى يرد اللي سويه له قبل. طيب الو يلا شيل يا ولد، يو شيل ازيرك بالله عليك. ايش هذا اللعب؟ الله اكبر عليك، جميل. الله 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 الله، يو اسرع يا ولد، خطير. اتوقع انه مات، اتوقع انه مات. ايوه يا ولد خلنا شويه. ايوه اميزنج. الحين عرفت وش متعة ترزان يوم كان يتقحم كذا. حلو. اوه هذا وش عنده؟ جميل، هذا الظاهر عنده شيء كويس. وش راح نسوي؟ مفاجأة بسيطة. اركض يا ولد وتشقلب ودينا بو. حسبوني انه ورق، ولكن خذ هذا الركلة، خذ هذا الركلة. يا الله يا ولد الدحرق الدحرق. اوه هاي اوكي. ايش هذا يا ولد؟ اوه لا انسحب. اوه وش صار؟ شباب انا مت ولكن رجعت. فخلنا نجرب، خلنا نجرب مرة ثانية، خلنا نجرب مرة ثانية. كذا زين عصبتوني. الله عليك كسر رؤوسهم هذول الشباب. ايش فيك؟ ايش فيك تهرب يا ولد؟ تعال يا حبيبي. طاحت فيك الدلو، طاح فيك، تستاهل. طيب فين الخطة الحين؟ اتوقع نكسر هذا. الله الله اوكي. اوه 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 حلو. 1 2 3 4 اوكي. يا شباب وش مطلوب منك؟ والله مفجر من تفجير. لا ترحمهم لا ترحمهم. اوه هيد شوت يا شباب.
اوكي ما عليه ما عليه اجيكم اجيكم يا شباب. حتى انا ابغى هيد شوت. طيب الحين فجرهم. الله عليك يا فليب الله عليك يا فليب. هاي فيك حبيبي. احتاج اهدي احتاج اهدي. ما عندي كثير لايف. لا كبس يا ولد كبس يا ولد. شيل عليهم. اوكي الظاهر انه ممكن اغير سلاح. حلو. ليش انا جالس اتعب نفسي يا شباب وعندي رشاش. ما في ايمو. اوكي ماكو. تعال ليش مشكلتك؟ في واحد بعد في واحد جاي لك. هلث ايمو جميل. يا شباب عندي مفاجأة بسيطة ولكن خلنا شوت. تفجير كسر راسهم كسر راسهم كلهم. الله عليك جميل. لكن احتاج هلت شباب احتاج هلت. اوكي احتاج اغير سلاح. خلنا نشوف رشاش القليل من الرشاش القليل من الرشاش. القليل من الرشاش. شباب هلف مالي شباب هلف. الله عليك الله عليك. يس وبكذا انتهينا من حلقة اليوم. اعطوني سي. ممتاز لعب جميل بصراحة استمتعت كثير. اتمنى انك انت استمتعتوا معي. وبكذا انهي حلقة اليوم. واذا عجبك الفيديو لا تنسى انك تضغط لايك وتشترك وتفعل جرس عشان توصل لك اول باول. وبكذا اختم حلقة اليوم. سلام.